السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا، بتدي له التكست اللي انت عايزه او الموضوع اللي انت عايز تعمل له صورة جميلة، ويبدأ يعملها لك على هيئة مايند ماب، يقدر يعمل لك فلوت شارت، يبدأ يعمل لك على اشكال جميلة بالاشكال زي ما انت شايف. مجرد بس بتدي له الداتا او الموضوع، هو يبدأ يعمل لك حاجات بالشكل ده. ممكن تديها له كوبي بيست، او تديها له ملف وورد او ملف بي دي اف او باوربوينت، اي ملف انت عايزه، وهو يبدأ ان هو يعمل لك اشكال جميلة، ايقونات، حاجة منظمة، ألوان، فونت، فهو بيعمل لك حاجة رائعة. الجميل ان هو بعتولنا ميل جديد ان هو هيدعم اللغة العربية، فخلونا نجرب وهنختار طبعا حاجة باللغة العربية. هو بيتعامل مع الذكاء الاصطناعي، فممكن انت تديله الموضوع وهو يبدأ يختار النص ويبدأ يعمل لك التصميم نفسه. انا كنت حاطط في الذاكرة كوبي اللي هي الذكاء الاصطناعي في التعليم AI، فهو كتب لي الابستراكت وراح عامل لي السايكل بتاعت التعليم التطوير، وعمل لي بعض الصور وكتب لي موضوع كاملا عن موضوع الذكاء الاصطناعي ازاي نستخدمه في التعليم، كل ده من غير ما اقول له اي حاجه خالص. طيب خلينا اقول له نيو واقول له درافت ويز AI او بلانك، لا انا عايز الذكاء الاصطناعي استعين بيه، هدي له الموضوع اهوت ودوست انتر، فبيبدأ بقى يجهز لي المقال بالشكل دوت. تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، المساعدات الذكية، تحليل البيانات، التقييم الذكي، التحديات اللي بتواجه الذكاء الاصطناعي في التعليم، والخاتمة بالشكل دوت. طيب عايزين نبدأ نخليه يعملها بشكل حلو، فممكن تعلم على حاجة بالشكل دوت على الجزئية دي، واقول له ان انا عايز خد الداتا دي وابدأ اعملها لي بشكل كويس. فهو بدأ يعمل لي أثر الذكاء الاصطناعي على التعليم بالشكل ده، وممكن تغير الستايل، تختار ستايل مختلف بالشكل دوت. عمل لي حاجة هتقدر ان انت تعتمد عليها وتعدل فيها ويبقى عندك حاجة جاهزة. تمام، طيب خلينا نشوف التحديات. هو كتبها لي هنا بشكل كويس، كل عليا ان انا هعلم على الجزء دوت واقول له ارسم لي او حولها لي التصميم يكون شكله جميل. فزي ما انت شايف في تطور كبير جدا جدا في الذكاء الاصطناعي، والتعليم نفسه يتطور بسبب ان احنا بنستخدم تولز جديدة وقوية. جابها لي مثلا بالشكل دوت، ممكن بالشكل دوت، واخد بالك، قدر يفهم الحاجة اللي انا عايزها ويعملها لي باشكال جميلة. تمام، مقاومة التغيير ازاي ان احنا نحلها والحاجات دي كلها. تمام، تقدر تختار بقى التصميم اللي انت عايزها، تقدر تعدل فيها، كل الحاجات دي تقدر انت تعملها. ممكن تعلق مثلا على الخاتمة وتقول له انا عايز برضو اخليك تعملها بأشكال جميلة. فأتمنى يكون الموضوع سهل ولذيذ ويعجبكم ان شاء الله. انا علمت عليهم تاني فجاب لي اشكال كتيرة، يعني كل مرة مش هيكتفي بتلات اربع اشكال، لا كل مرة تقدر تحط عشرات الاشكال زي ما انت عايز. تمام، تقدر تشوف انهي بقى الشكل فيهم اللي عاجبك وتختاره.